أهلا أعزائي المشاهدين، بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح، له كل المجد. من الأراضي المقدسة بحيي كل مشاهد. أنا موجود على مكان مشهور جدا يسمى جبل التطويبات، مكان عزة المسيح على الجبل. في هذه الحلقة رح أتكلم عن قول المسيح: طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة، وهذا شيء جميل أنه منصور هذه الحلقات في المواقع الكتابية، المواقع اللي حدثت فيها سواء تعليم أو معجزات يسوع. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.